ننصح مرضى السكري في شهر رمضان المبارك بقياس نسبة السكر لديهم عدة مرات في الفترة الصباحية وقبل صلاة العصر وقبل الإفطار بساعة وبعد وجبة الإفطار بساعتين وقبل وجبة السحور، هذا بالإضافة إلى قياسه إذا حس الشخص بأعراض الهبوط مثل الغثيان، سرعة ضربات القلب، التعرق والدوخة. فإذا كان نسبة السكر لديهم 70 ملغ وأقل ننصحهم بالتوقف عن الصيام والبدء بالإفطار.